السلام عليكم، أنا الأستاذ الدكتور أحمد أبو الفرج، وكيل كلية الذكاء الاصطناعي في الأكاديمية العربية فرع العالمين. إحنا النهاردة إن شاء الله عايزين ندي مقدمة سريعة عن الذكاء الاصطناعي، وهل إحنا محتاجينه فعلا في حياتنا، ودوره ممكن يكون إيه في المستقبل. الذكاء الاصطناعي ده مش علم جديد، ده علم بقاله يجي 60 سنة كده بيتكلموا عنه، ولكن الأبليكيشنز بتاعته هي اللي بتتطور كل يوم عن اليوم اللي قبله. ابتدوا في منتصف الثمانينات يعملوا منه أبليكيشنز بيقدر يتعامل بيها في الاقتصاد، في الثروة يجيب منها فلوس. في التسعينات بدأوا يشوفوا إزاي الذكاء الاصطناعي ده يتعامل مع الذكاء البشري. في 97 عملوا كمبيوتر قدر يغلب جاري كاسباروف بطل العالم في الشطرنج. الجميل في الموضوع ان الجهاز ده اتعلم 700,000 مباراة للشطرنج عشان يقدر يغلبه. معنى كده ان الذكاء الاصطناعي اللي كان موجود قبل كده كان بيتفرج على امثلة كتير جدا مع القدرة العالية للكمبيوتر في الحسابات عشان يقدر يجاري الذكاء البشري. من بداية منتصف الالفينات بدأ تاريخ جديد للذكاء الاصطناعي، وهو انه يتعلم لوحده، بنسميها الماشين ليرنينج. ان انا اقول له الفكره، اقول له الطريقه، واسيبه هو يتعلم. وده حصل فعلا، وقدر الكمبيوتر انه يتعلم لعبه صينيه اسمها جو، ويغلب بطل العالم الصيني في هذه اللعبه من مجرد انه قاعد يلعب مع نفسه 3 ساعات ووصل للبروفيشنال. يبقى هنا الذكاء الاصطناعي الجديد اللي احنا بنتعامل معاه دلوقتي هو انك تخلي الماشين تتعلم، تجين نوليدج من خلال انك تقول لها الخطوات وتسيبها هي تكمل. تخيل سقف التوقعات ممكن يكون فين، ممكن الماشين توصل لايه، نوع المسائل اللي ممكن تحلها ازاي. ده اللي احنا عايزين نتعرف عليه خلال كلية الذكاء الاصطناعي في الأكاديمية العربية فرع العالمين. الله، عايزين نسأل صديقنا هو ليه بيحب الذكاء الاصطناعي. نعرف من حضرتك انت جيت الذكاء الاصطناعي ليه؟ انا الاول بحثت كتير قوي ايه المجالات اللي العالم دلوقتي كله متجه اليها. كان من اكبر مجالات طبعا الكمبيوتر، بس حبيت ابقى متخصص اكتر في جزئيه الذكاء الاصطناعي، ولقيت ان الكليه هنا احسن مكان هيقدر يخليني مؤهل لسوق العمل في جزئيه الذكاء الاصطناعي. فعلا احنا اول جامعه تفتح تخصص ذكاء اصطناعي في العالمين الجديده، في مدينه التكنولوجيا الجديده. العالم متجه للذكاء الاصطناعي، لكن العالم بيعمل ايه بالذكاء الاصطناعي؟ هو متجه ليه؟ احنا عايزين الناس تفكر والناس تبدع. تخيل ان هذا التفكير انتقل من الانسان الى الماشين، وخلينا الماشين كمان تفكر بمساعده الانسان. الماشين عندها قدرات حسابيه كبيره جدا، تقدر تعمل اوبريشنز اكتر، تقدر تستنتج علاقات بين البيانات بصفه اكبر، وبالتالي ممكن توصل لنتائج أكبر بكتير من الإنسان يوصلها، اللي تقدر تساعد الإنسان وتفيده في حياته. طب تفتكر أنت لما هتخلص دراسة في كلية الذكاء الاصطناعي هتقدر تعمل إيه بالشهادة بتاعتك؟ هو أنا عرفت إن في تخصصين في الكلية اللي هما Intelligent System و Data Science. عرفت إن Intelligent System ده بيتعامل أكتر مع الأنظمة الذكية، ويعني بحيث إن هو نقدر نعمل Systems بدل ما هي شغالة بطريقة تستهلك ريسورسز كبيره، انا اقدر اخليها ذكيه تقدر توفر في الريسورس، تفكر بطريقه قريبه من البني ادم. وفي تخصص تاني اللي هو الداتا ساينس، ده ان هو انا اقدر اتعامل مع البيانات واقدر اطلع منها معلومه معينه. المعلومه دي ممكن تفيدني او تفيد الشركه اللي انا شغال فيها، سواء في الماركتنج او في الماركتنج ادفانتج يعني. فلقيت كل برضو الشركات محتاجه دايما شخص متخصص في الارتفيشال انتليجنس، زي مثلا شركه عايزه عندها كميه كبيره من الداتا، عايزه تاخد جزء، عايزه تستنتج علاقه معينه بين مجموعه مشتريات معينه بحيث ان هي تقدر تقدم اوفر. الشركات دي طلب في مصر بدا يزيد، وبناء على هذا يعني عرفت ان الكليه فتحت عشان تسد الطلب في سوق العمل. تخيل ان في الفيسبوك لما بيجيب لحضرتك people you may know، مش مجرد من الكونتاكت بتاع التليفون بتاعك، ده ممكن يجمع معلومات ان حضرتك تواجدت في نفس المكان مع شخص، وبالتالي جايز تعرفه فيبعت لك صورته، ممكن يبعت لك بيانات من الانترست بتاعك وبتاع هذا الشخص. الفيسبوك هو منجم
بيانات يستطيع الـ AI التعامل معها واستخراج كنوز من هذه البيانات، ليس من خلال الفيسبوك بس، أي كمية بيانات عندنا. ونحن في عصر البيج ديتا، الـ AI هو النور اللي هيمشي جوه البيانات دي ويطلع منها المعلومات المفيدة اللي نقدر نستفيد بها. شكرا. مساء الخير، أنا دكتور بس في كلية الذكاء الاصطناعي. طبعا هتستغربوا إيه علاقتي بهذه الأجهزة. تعال أسألك سؤال، هو الدكتور اللي بيبص في العينات وعايز يكتشف حاجة معينة، عشان يقدر يكتشفها أولا هنعتمد على مهارة الدكتور الفردية اللي بتختلف من شخص لآخر، زائد هنعتمد على سرعة الدكتور اللي ممكن يخلص عينة مثلا كل دقيقة. يعني لو بيشتغل في اليوم 8 ساعات ب 480 عينة، طب تخيل لو عندنا سيستم ذكي يقدر يوصل لدقة في اختبار العينات ل 99% ويقدر يخلص عينة كل ثانية مش كل دقيقة، ممكن نعمل قد ايه من التحاليل وممكن ننقذ قد ايه من الأرواح. هو ده الذكاء الاصطناعي، انه يتعلم من الإنسان اللي الإنسان هيعلمه له في التخصص بتاعه، ويقدر الإنسان يستفيد بالذكاء الاصطناعي في تقدم البشرية وإنقاذها. دكتور خبير يقدر يفرق ما بين أشكال العينات وبعضها. لو أنا جبت برنامج في الذكاء الاصطناعي اتعلم منه وقدر يطور هذا التعليم ويبقى عنده قدرة فائقة في السرعة وفي الدقة، هينقذ كمية أرواح كتير وهيقدر يساعد العلم ويكتشف أمراض كتير. هو ده دور الذكاء الاصطناعي، المساعدة للبشرية. الذكاء الاصطناعي قدر يساعد في استنتاج suggestions لعلاج كوفيد 19 اللي احنا فيه دلوقتي. بدل ما كان الدكاترة بتجرب ما بين 500,000 و600,000 دواء يا ترى مين فيهم اللي هينفع، الذكاء الاصطناعي ممكن يقلل لك الكمية دي ويخليهم 5-6 أدوية بس. يجي هنا بعد كده دور بقى التجارب الفعلية المعملية لهذه الأدوية. يبقى الذكاء الاصطناعي هنا هيوفر وقت، هيوصل لدقة عالية، هينقذ البشرية من الحاجات، من الأوبئة اللي موجودة ومن أوبئة كتير ممكن تكون موجودة بعد كده، بفضل العلم، بفضل الماشين ليرنينج، بفضل الكلية الجديدة بتاعتنا في العالمين، كلية الذكاء الاصطناعي في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ابتدى الكلية، خدت أول دفعة في سبتمبر 2019. بعد ما ابتدينا بشهرين بالظبط تم إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي تحت قيادة السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبعضوية وزارة الدفاع والتخطيط ومجموعة كبيرة من الوزارات، لأن الذكاء الاصطناعي منهج للحكومة المصرية. بعد ما مشيت في الحكومة الرقمية بقى لها دلوقتي 5 سنين، هنبتدي في الحكومة الذكية اللي تقدر تتعامل مع بيانات المواطنين، لدرجة ان بقى فيه مستشار لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي دكتورة سالي رضوان، اللي شرفتنا في ندوة في الكلية عن استخدامات الذكاء الاصطناعي في مصر. بيستخدم الذكاء الاصطناعي في مجالات كثيرة جدا في مصر، ابتدى بالري، بيعملوا دلوقتي دراسة في وزارة الري لتحديد كمية المياه المطلوبة للري على مستوى جمهورية مصر العربية. الذكاء الاصطناعي يقدر يقدر الكمية دهيت ويحدد كل قطعة من الأرض هتحتاج مية قد إيه وإمتى، لتوفير المية اللي هي دلوقتي بقت العملة النادرة في الوقت اللي احنا فيه. الحكومة الحمد لله بتسعى لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، في التعامل مع البيانات الكثيرة بتاعه الأشخاص، في استخراج معلومات من هذه البيانات للاستفادة منها. وده دورنا في كلية الذكاء الاصطناعي فرع العالمين في الأكاديمية، إن احنا نجهز خريج يستطيع التعامل مع النظم الذكية ومع الداتا أناليسز، عشان نقدر ننهض بمصر ونحطها في مكانها الطبيعي مع دول العالم كلها. شكراً.